بناء مؤسسات الدولة بما يضمن كفاءتها ونزاهتها ويحقق مبدأ سيادة القانون، توسيع دائرة المشاركة الشعبية وتمكين الشباب والمرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية بما يكفل حيادهما وعدم تدخلهما في السياسة، مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المجتمعية على مؤسسات الدولة بما يضمن عدم انحرافها، العمل على إصلاح قطاع القضاء وضمان استقلاليته والتصدي لكل ما يهدر حق الحصول على محاكمة عادلة، احترام ودعم الحقوق والحريات والعمل على تعزيز مبادئ المواطنة والكرامة الإنسانية، إشاعة ثقافة السلام واحترام التنوع الديني والفكري والسياسي ومناهضة العنف بجميع مستوياته، مكافحة الفقر والاحتكار والعمل على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، ترسيخ الهوية اليمنية واحترام التاريخ ودعم سياسات الحفاظ على الآثار التي تعبر عن جوهر الذاكرة الوطنية، تعزيز قيم الجمال في البيئة والإنسان ومحاربة العشوائيات بكل أشكالها.